انا لويزي عيشه اخت الاخت اللي مات الله يرحمها، دابا ولات مرحومه، بقى سميتها نورا. دابا تنطلب هاد السيد اللي دار اختي الحجامه بسبب هاد السيد هذا، باش اختي مات، يعني توفات بسبب الحجامه في الرجل، وداك الشيء اللي دار لها قبس ولا جاك الشيء وخلط لها داك الشيء في رجلها، وقال لها ما تقيسيش حقها ما ديريش، عطاها شي دواء. وداك الدواء عندنا حنا في التشريع، عندنا في قرعه فيها السيروب اللي مرا ديالو. سمحتش اختي تضيع، واخا توفات هي انا باقا متابعه، ما سمحت لي لا دنيا واخره. ضيعنا الشبابه بنت 32 عام، وخصبنا في وليده، خلات ولدي يتيم، سليمان مسكين بقى غير يتيم. عندنا جلسه في شهر 17 في هذا الشهر هذا، الجلسه عندنا في مدينه مكناس، ودابا كنطلب الحق يتابعوا باش يتعاقب. حنا ما سمحنا ليش دنيا واخره، بغينا يتعاقب، بغينا القانون يعاقبه. بنتي كانت صحيحه، عندها 32 عام في عمرها، شابه زوينه صغيره ما فيها حتى حاجه، مشات لعند هذا السيد دار لها الماس ملقمين مسخين، دي ماتت بالسباب ديالو. حنا كنا في المدينه ديال مكناس، كاريه بنتي تماك، وتجيب لها الحباب ديالو، وحنا ما عندنا حتى واحد تماك، انا وبنتي. بنتي يتيمه، ما عندهاش باها، ما عندهاش خوتها، عندها خو واحد مريض، مرض نفساني، وانا اللي كنت نعاني على بنتي. ولاو تيهدوها، تيجيب لها الناس حبابه وصحابه، تيقولوا لها ديري تنازل دراع، هو يتربى فيها الخوف وتربى فيها مرض نفساني. نطلب من سيدنا يشد لي حقي في هذا السيد، انا ما بغيتش نضيع في بنتي، انا ما بغيتش نضيع في بنتي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.